في عناوين النشرة: وزير البيئة في صيدا ولا يزور معمل النفايات. أحد مندوبي وزارة البيئة حيعمل إقامة دائمة بالمعمل ليشرف على حسن سير عمل المعمل. 100 طريقة لتحتفل. نأمل إنه يكون عم نحتفل بحضارة. ترامب يطالب السعودية بتعويض بسبب الخروج من الاتفاق النووي. أهلا بكم. يغادر الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري بيروت في زيارة خاصة إلى فرنسا للاحتفال مع زوجته بذكرى زواجهما الذي يصادف في 5 تموز. وتتقاطع إجازة الحريري مع إجازة بدأها الرئيس نبيه بري قبل أقل من أسبوع، وينتظر أن تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي. وبينما كانت مائدة عشاء ثنائية تجمع الحريري بالوزير جبران باسيل ليل أمس، كان الوزير بيير رفول يتهم القوات بالتآمر على الجيش والمقاومة، وقال إنه لو وافق حزب الله على إعطاء وزارة الدفاع للقوات فنحن كتيار لن نقبل. كذلك لم يستثنى جنبلاط من هجومه، فأشار في مقابلة مع الأوتيفي إلى أن لا أحادية في الشوف، بل كان هناك كمال جنبلاط وكميل شمعون. كما قال إن جنبلاط أهدر دم الدروز في السويداء لأنهم لم يجاروه، ليخلص إلى أنه يحق لرئيس الاشتراكي وزيرين لأن لديه 8 نواب. وكان لافتا للانتباه تأكيد رفول أن باسيل لن يعود وزيرا للخارجية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيكون عضوا في الحكومة المقبلة. واليوم سأل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر موقع تويتر: لماذا هذه الحرب على تمثيل القوات اللبنانية في الحكومة الجديدة؟ هل لأن وزراء القوات أبلوا بلاء حسنا في حكومة تصريف الأعمال؟ أهكذا يكافأ حسن السيرة وحسن إدارة أمور الدولة؟ وزير البيئة دخل على خط أزمة نفايات صيدا من دون أن يدخل المعمل. دخل وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال طارق الخطيب على خط معالجة أزمة النفايات في مدينة صيدا، ولكن الوزير لم يدخل المعمل، إنما اقتصرت زيارته على مبنى المحافظة ليتحدث من هناك عن صرخة الناس. نتيجة صرخة الناس المحقة واللي عم تعبر عن ألمهم نتيجة الروايح اللي انبعثت بمدينة صيدا، برجع بقول الناس لما عم تصرخ مش عم تصرخ من العبث. نحن كفريق مسؤول بإدارات الدولة منقر إنه في مشكلة، في روايح عم تنبعث بالمدينة عم تسبب ألم للناس، من هون الناس صرخت. وبحسب الوزير فإن الوزارة بصدد إعداد تقرير شامل عن أداء المعمل وطريقة عمله. الوزارة خلال 72 ساعة هتعمل تقرير شامل مبني على تقارير السابقة والملاحظات البيئية اللي سبق وأعلمت إدارة المعمل فيها، وفي شيء تحقق وفي شيء قيد التحقيق، بترجع بتعمل تقرير شامل خلال 72 ساعة منشوف وين مكامن الخلل البيئي بعمل المعمل، والفريق الموجود يشرف على حسن سير المعالجة. بمعنى إنه كل مشكلة بيئية شو هي، شو حلها، شو الوقت اللي بيستلزم علاجها. نتيجة هذا الاجتماع تم الاتفاق على إنه أحد مندوبي وزارة البيئة حيعمل إقامة دائمة بالمعمل ليشرف على حسن سير عمل المعمل من الناحية البيئية والتقنية. كمان سعادة المحافظ حينتدب حدا من دائرة الصحة الإقليمية بجنوب ليكون مع مندوب وزارة البيئة. أنا اللي بدي أقوله، ما حدا يفكر إنه بكرة راحت الريحة.
نحن بدنا نشتغل، بنتمنى أساسا الروايح ما تكون موجودة، بدنا نشتغل على إزالة السبب اللي عم بيؤدي لهالروايح والانبعاثات بمدينة صيدا من هلأ. أنا المعمل ما عم دافع عن المعمل، بس المعمل مش هو المسؤول عن هالجزء من الأرض العامة، مسؤول البلدية. بالماضي ما كان في سور، انعمل سور وهلأ حينحط حرس، والقوى الأمنية حتكون موجودة وينمنع الكب العشوائي للردميات والنفايات هنيك. يذكر أنه تم في وقت متأخر من ليل الأحد التوصل إلى اتفاق على إعادة فتح المعمل واستقبال النفايات كالمعتاد، وذلك بعد تلقي البلدية تطمينات من الجهات القضائية والأمنية بتأمين الحماية الدائمة والأجواء الطبيعية لحسن سير العمل في المعمل، وتعهد بإجراء تحقيق في الأحداث التي جرت. طالب الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد باتصال هاتفي وزير العدل سليم جريساتي بتحريك القضاء لملاحقة مرتكبي الجرائم بحق البيئة والصحة العامة والمال العام التي كشفتها الجولة الميدانية التي نظمتها هيئة متابعة قضايا البيئة في معمل النفايات في صيدا وأرض الردم المجاورة. ولفت سعد في اتصاله إلى ما نشرته وسائل الإعلام من صور وفيديوهات تظهر ألوف الأطنان من النفايات القديمة غير المفروزة وغير المعالجة المكدسة في باحات المعمل، وإلى الكميات الهائلة من هذه النفايات المرمية في أرض الردم والمغطاة بطبقة رقيقة من الردميات، ذاكرا أن تلك النفايات تشكل مصدرا رئيسيا للروائح الكريهة والغازات الضارة التي تسمم أجواء صيدا والجوار، وهي منبع للحشرات والجراثيم التي تنقل الأمراض الصدرية والجلدية إلى المواطنين في الأحياء المجاورة للمعمل. كما نوه إلى أن المعمل قد تقاضى مبالغ كبيرة من المال العام في مقابل الفرز والمعالجة، وليس تكديس النفايات في باحات المعمل أو طمرها في الأرض المردومة التي تملكها الدولة. ومن جهة ثانية طالب سعد جريساتي بوقف الملاحقات بحق الشباب الذين شاركوا في جولة المعاينة الميدانية. وقفة احتجاجية لهيئة متابعة أزمة المياه والكهرباء في صيدا أمام البلدية للمطالبة بتعرفة عادلة للمولدات الكهربائية. رفضا لأي تسعيرة مجحفة بحق المواطنين الصيدويين من قبل أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة، قام وفد من هيئة متابعة أزمات المياه والكهرباء في صيدا بوقفة أمام بلدية صيدا للمطالبة بإصدار تسعيرة شهرية عادلة للمولدات. الوقفة الشعبية شارك فيها ممثلون عن بعض الأحزاب والقوى والهيئات الشعبية في ظل انتشار كثيف لعناصر قوى الأمن الداخلي ومخابرات الجيش منعا لأي احتكاك بين موظفي البلدية والمحتجين، على غرار ما حصل من عراق أمام معمل معالجة النفايات قبل أيام. شو بتدعو المواطنين يعني الالتزام بأي تسعيرة؟ هلا المواطن بده يدفع تسعيرة، شو بيعمل هلا؟ أولا مفروض البلدية ترجع تعيد النظر بالتسعيرة، هاي نحن راح نسلم تسعيرتنا وهن أكيد بيعرفوا تسعيرة الوزارة. المفروض يصير في تسعيرة عادلة تقبل الناس فيها وما تكون مزعوجة. راح نسلم هاي المذكرة لرئيس البلدية، بالإضافة لمطلبنا الدائم أنه نحن بدنا نركب عدادات بالمدينة. البعض عم يوصف تحركهم بالتحرك السياسي، شو بتردوا عليهم؟ شو العلاقة السياسي بالكهرباء؟ نحن منه تحرك سياسي، هاي الناس جوعانة. من جهته انضم رئيس بلدية محمد السعودي إلى المشاركين في الوقفة، وذلك للاستماع إلى مطالبهم. اليوم هذا الشهر اللي نحن فيه ببلدية النبطية مسعرين الخمسة أمبير ب85,000. في حكي هلأ بصيدا أنه بالفيلات سعر الخمسة أمبير رح يوصل للمية وثمانين ألف ومية وسبعين ألف، هذا ظلم. وبصيدا القديمة هيدا إشحاف بحق العالم، هيدا إشحاف بحق العالم، الناس ما معها تأكل. فيها تسعيرة؟ هاي فيها تسعيرة لكل خط بخطه، ستنشر ونقول هذا تسعيرة الهيئة الشعبية المناضلة وكل اللي بدكم. وبدنا مساعدتك، إذا بس أنتم بتنشروا مسؤوليتكم. وبدنا همة البلدية، واحد يحكي بس بدنا همة البلدية، معلش يقول عن الشيء اللي عم بيحكي واحد بس، بهمة البلدية بتسعيرة هذا الموضوع،
لانه تكون عادله بالتسعيره. هيدي مهمه البلديه. صحيح تحت امرك. شكرا. وتسلم رئيس البلديه من عضو هيئه المتابعه نصيف عيسى مذكره تتضمن اقتراحا بالتعرفه الشهريه، وعلق السعودي بالقول اننا كنا ننتظر هكذا نسخه واعدا بدراستها ونشرها في وسائل الاعلام ليصار بعدها الى فك الاحتجاج سلميا. مبادرة من شباب الاشتراكي لقتل ظاهرة رصاص الابتهاج. 100 طريقة لتحتفل، مبادرة من الشباب التقدمي للوقاية من مخاطر رصاص الابتهاج بالتزامن مع إعلان نتائج الشهادة الرسمية بعد ظهر الاثنين. نستتبع هذا الموضوع بملاحقة قانونية لأي حدا بده يطلق النار عشوائيا. اليوم من 2 للأربع نتائج التيرمينال. نأمل أنه يكون عم نحتفل بحضارة، نقبل انه ما يخلع عنا مجرمين جداد، يخلع عنا حملة شهادات، ناس تخرجت يروحوا على الجامعات وكفوا دراستهم، مش مجرمين وقتل عبر اطلاق الرصاص العشوائي، لانه برايي ما بتفرق شيء بين اللي بيقتل عمدا واللي بيقتل عن غير قصد، فالقتل قتل واللي عم نخسره خساره. اخترنا هيدي النقاط لانه هي من نقاط فيها كثافه سكانيه معينه قادرين نوصل هيدي الرساله لاوسع ريحة من الناس ونوصل صرختنا ووجعنا لكل الناس اللي عم يشوفونا وعم يمرقوا على طريق. في شارع بلس والحمرة وجسر سليم سلام وسوق الغرب وعلاي انتشر الشبان المتحمسون ليوزعوا المناشير وهدايا تحتوي بدائل حضارية عن الرصاص للاحتفال. في ألافات الطرق اللي بنحتفل فيها وبنفرح وبننبسط وبدون ما نأذي غيرنا. اطلاق الرصاص العشوائي ظاهرة عن جد مأزية. امبارح بنتائج البريفي عشرات الشباب يلي توفوا جراء اطلاق الرصاص العشوائي، وهيدا الموضوع الكل بيتحمل مسؤوليته، احزاب، نافذين، سلطه، قوى. خرج شبان الاشتراكي الى الشارع متسلحين بهدايا ومناشير للقضاء على ظاهره قاتله تحول الفرح الى حزن والم. أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادي صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة في فروعها الأربعة، كاشفا أن نسب النجاح في الشهادة الثانوية العامة بلغت في العلوم العامة 92%، في الاجتماع والاقتصاد 83%، في علوم الحياة 92%، وفي الأداب والإنسانيات 80%. وأشار إلى أن امتحانات الدورة الاستثنائية للشهادة الثانوية ستبدأ في 31 تموز، على أن تعلن وزارة التربية لاحقا برنامج توزيع المسابقات على أيام الامتحانات، داعيا المركز التربوي إلى تحليل نتائج الامتحانات واستخراج المؤشرات لتحسين العمل التربوي. كما دعا المواطنين إلى عدم الاحتفال بنتائج الامتحانات عبر إطلاق النار لكي لا يتحول الفرح إلى مأتم. بيروت وجبل لبنان في الوسط، في الوسط المتقدم، ولكن النبطية عموما نتيجة كما في البروفي أفضل، وهذا يدل على أنه منطقة تضم هذه الأقضية في الجنوب المختلطة جدا، بتدل على أن المناطق النائية، وسترون ذلك من خلال نتائج الامتحانات، هي الأكثر إقبالاً على الدرس، وأنا بفتخر بذلك لأنه هيدي كما قلت ثروة للبنان. من الأمثلة في الآداب والإنسانيات البقاع 82.92%، الجنوب 80، الشمال 73.5، النبطية 88.15، بعلبك الهرمر 84.18، بيروت 77.12، جبل لبنان 85.32. هذا بالآداب. ننقل لعلوم الحياة، البقاع 91، الجنوب 95، الشمال 91، النبطية 94، علبك الهرمل 95، بيروت 94، جبل لبنان 91، معدل العام مثل ما قلنا 93 79.
علوم عامة البقاع 93، الجنوب 94، النبطية 92، بيروت 86، جبل لبنان 93، الشمال 88، النبطية 92. اجتماع واقتصاد البقاع 80، الجنوب 85، الشمال 87.11، نبطية 88، بعلبك الهرمل 83، بيروت 75، جبل لبنان 83. شدد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون على أن الإشكال القائم بين بلدتي العقورة واليموني هو قيد المعالجة، وإذا كانت العقورة عين اليمنى فإن اليمونة هي عين اليسرى، وهاتين البلدتين أعتبرهما بلدة واحدة، وأهلهما يجب أن يكونوا مثل عائلة واحدة لأنهم كانوا كذلك عبر التاريخ ويجب أن يستمروا. واستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في قصر بعبدة وفد الائتلاف المدني لدعم استقلال القضاء وشفافيته. بعد الإعلان طير دب بالريشة. أهلا بكم من جديد. اعتصم سائقو سيارات أوبر أمام مكتب الشركة في شارع بشار الخوري في بيروت، مطالبين مدير المكتب في لبنان روي أيوب بإعادة الخدمة السابقة كما كانت عليه، لأن الرواتب أصبحت متدنية وتساوي سعر الفانات. زيادة الأجرة الأساسية لتصبح 5 دولار لسيارات الأكس أقله، وسيارات السلاكت يلي كانت سابقا لتصبح 7 دولار. 2، تعديل ساعات الانتظار والكيلومتر وإضافة المحطات المتعددة. 3، فتح بوابات العبور التي تشمل بيروت الكبرى، نهر الموت، الحيزمية وخلدي. نحن ما في عنا راعي لألا للشوفرية، نحن مفروض الشوفير اللبناني يكون عنده حماية من الأوبر وغير أوبر. كون أوبر شركة موجودة بلبنان مفروض تحترم السائق اللبناني. أوبر دمرت المصلحة. أوبر بلشت بلبنان على أساس شيء، بلشت 5 دولار، نزلت 4 دولار، نزلت 3 دولار للتاكسي، بعد شوي صارت بدولارين، بلشت بصيدة. عيب، هيدا تدمير للمصلحة. أقل شوفير سيارته نمرته حق 80-90 مليون ليرة ليأخذ تاكسي ب 4000 ليرة مش حق لوح شوكولا، هيدا شيء مش مقبول. تظاهرنا اليوم برجع بعيد ضد إدارة أوبر. كل شركات التاكسي بلبنان أخصامنا، بس بالوقت الحاضر أوبر هي خصمنا، وإذا ما بتتجاوب معنا الإدارة في تحرك رح يصير أكبر من هيك. نحن منطالب بالبداية بتنظيم النقل بلبنان، بتوحيد عدادات لكل التاكسي بلبنان، منقدم على الضمان الدواء منقبضه بعد 6 أشهر، منعبي بنزين كل يوم ب40,000، والدولة ما سألانة تدعم لنا البنزين. لبى نواب عكار دعوة السيد نجات فارس إلى مأدبة عشاء على شرفهم في دارته في بينو، حيث بارك للنواب بنجاحهم وضع نفسه وإمكانياته بتصرف أي عمل يساعد على رفع الحرمان عن محافظة عكار. وقد تم الاتفاق بين الحاضرين على إعطاء أولوية لمطالب عكار الإنمائية وإعلاء مصلحة عكار على جميع المصالح السياسية والحزبية، ومتابعة كافة المشاريع التي تخص عكار وفي طالعتها إنجاز أوتوستراد عكار، وإنجاز بناء الجامعة اللبنانية وافتتاح فروعها، وإنجاز بناء السرايا الحكومي، والعمل على إنشاء المستشفى العسكري في عكار، وذلك عن طريق الدولة أو المؤسسات المانحة. كما تم الاتفاق على العمل على افتتاح مطار الرئيس الشهيد روني معوض في الإليعات، وذلك بعد تعيين الهيئة العامة للطيران المدني. وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لنواب عكار، على أن يكون الاجتماع المقبل في منزل النائب طارق المرعبي. مهرجان في طير دبة يرسم تاريخها وآثارها.
ضمن مهرجان شوف لبنان بالسينما الجوالة وبرعاية وزارة السياحة، نظمت بلدية الطير دبة مرسما فنيا في أحضان الطبيعة، شارك فيه عشرات رسامين الموهوبين الذين رسموا بريشهم صورا تظهر تاريخ البلدة القديمة ومنازلها الأثرية وحقولها. الهدف من هذا المشروع هو حث هذا الجيل على الانتماء والمواطنة، خاصة وأن عملية الرسم تتركز على رسم المعالم الأثرية والتاريخية في البلدة، وأيضا إعطاء نوع من الدفع نحو الإيجابية عند الأولاد لكي يكون هناك أمل في المستقبل، لأننا نؤمن بأن العمل في الإنماء لا يمكن أن يكون إلا من خلال التركيز على الجيل الصاعد. نحن اليوم بأحضان الطبيعة جينا نعبر من خلال لوحاتنا عن تراثنا القديم بهيدي الضيعة، تنقول أنه تنقول من خلال هيدي اللوحات انه نحن عنا شيء نطلعه من عنا انه من الضيعه. الواحد في يعبر عن الاشياء اللي بقلبه من خلال رسمه، في اشياء ما بيقدر يقولها بيعبر عنها من خلال رسمه. هيدا اليوم النشاط رح يضل بذهن كل ولد اليوم حاول انه يرسم او رسم شيء قديم، وحتى انه نحن اليوم عم نعبر عن شيء بداخلنا من جواتنا عم نرسمه بدل ما نحكي او نكتبه بحياتنا اليوميه. وستعرض لوحات المشاركين بعد الانتهاء من البلدات المشاركة ضمن فعاليات هذا المهرجان لاختيار الرسوم المميزة من قبل وزارة السياحة. في رأس بعلبك اعتداء على طبيب داخل غرفة الطوارئ في مستشفى يونيفرسال من قبل أحد المرضى الذي كان حضر لتلقي العلاج جراء إصابة في الرأس، وخلال معاينة الطبيب المريض طالبت إدارة المستشفى من زوجة المريض مراجعة قسم الاستعلامات لتخليص الأوراق وتأمين كلفة الاستشفاء، ما أثار غضب المريض الذي بادر إلى التلفظ بالشتائم، ما أدى إلى تلاسن بين الطبيب والمريض ليتطور إلى إشكال وإلى ضرب. بعد الإعلان، الأردن يتعهد بحماية حدوده. قال وزير الطاقة الإسرائيلي إنه بحث مع مسؤولين أمريكيين كبار في البيت الأبيض النزاع النفطي بين لبنان وإسرائيل وملف الطاقة في قطاع غزة، وأشار إلى أن الاجتماع الذي انعقد في البيت الأبيض شارك فيه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر والمبعوث الخاص للمفاوضات الدولية جيسون جرامبلت والسفيرة الأمريكية في لبنان إليزابيث ريتشارد، وانضم إليهم السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة رون ديرمر. وقال وزير الطاقة في تغريدة عبر حسابه في تويتر: تم خلال الاجتماع مناقشة موضوع النزاع البحري بين إسرائيل ولبنان، وأضاف: تم البحث في شروط تطوير حقل غاز مارين غزة قبالة سواحل غزة وحلول لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة بما في ذلك إمدادات الكهرباء والمياه. نقلت وكالة رويترز أن المعارضة المسلحة في جنوب غرب سوريا وافقت على تسليم مدينة بصرة الشام إلى الجيش السوري، فيما شككت أطراف من المعارضة في إتمام مثل هذا الاتفاق. وقالت وحدة الإعلام الحربي إن مسلحي المعارضة في بصرة الشام وافقوا على التسوية مع الحكومة وبدأوا بتسليم أسلحتهم تمهيدا لدخول الجيش السوري إلى المنطقة. وتمثل خسارة بصرة الشام، وهي مدينة كبرى قريبة من عاصمة محافظة درعا، ضربة كبيرة للمعارضة في مواجهة هجوم الجيش السوري في جنوب غرب البلاد. ونشر نشطاء لقطات مصورة لعربات مدرعة يجري تسليمها للقوات الروسية. وذكرت مصادر دبلوماسية أن المفاوضات كانت صعبة مع إصرار روسيا على شروط استسلام شاملة، بينما قال مفاوضو المعارضة إنهم لن يقبلوا سوى باتفاق يجعل الأردن ضامنا لسلامة المدنيين البالغ عددهم 800 ألف في محافظة درعا.
رئيس مجلس الوزراء الأردني يؤكد في خلال زيارته حدود بلاده الشمالية وجود مجموعات مسلحة تختبئ في مخيمات اللاجئين السوريين. تفقد رئيس مجلس الوزراء الأردني عمر الرزاز الحدود الشمالية للمملكة والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية المعنية بحماية الحدود وإيصال المساعدات إلى السوريين داخل بلادهم، واستمع إلى شرح عسكري وأمني قدمه مدير الاستخبارات العسكرية والمعنيون من الأجهزة الأمنية حول آخر التطورات على الحدود الأردنية السورية وآلية التعامل مع النازحين وجاهزية القوات المسلحة في التعامل مع هذه الأزمة وحماية حدود المملكة من أي تجاوزات قد تشكل تهديداً لأمن الوطن والمواطن. ولفت الرزاز إلى أن حكومة بلاده تدرك بشكل مؤكد أن مجموعات المسلحة تختبئ في مخيمات النازحين السوريين قرب الأردن، وتعهد بحماية حدود بلاده من تسلل عناصرها. ندرك ونعرف وعندنا معلومات أن هناك فصائل مسلحة وسلاح موجود ضمن هذه المجموعات السكانية، فنحن نواجه هذا القرار الصعب. لن يسمح بدخول لاجئين، لأنه أولاً هناك تهديد أمني في هذا الموضوع، لن نستطيع أن نفرز من هو مواطن مسالم ومن هو مدسوس. إحنا سندعم السوري في موطنه في أرضه عبر الحدود، إحنا بعيد أمتار، فباستطاعتنا باليد تسليم الغذاء والدواء، وحتى إذا في حالة مستعصية واستقبلنا بعض الحالات اللي بدهم عناية طبية استقبلناهم. قال الرزاز: نحن سندعم السوري في أرضه وعبر الحدود بين البلدين، وحدودنا مفتوحة ولكن ضمن سيطرة أمنية كاملة. طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادة المملكة العربية السعودية بتعويض بلاده عن النفط الذي ستخسره بسبب الخروج من الاتفاق النووي مع إيران. وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية إن الولايات المتحدة توفر الحماية لكثير من دول المنظمة النفطية. وأوضح ترامب في المقابلة أن أوبك اتفقت الأسبوع الماضي على زيادة الإنتاج بأقل مما رغبنا، وعليهم زيادة إنتاجهم بواقع 2 مليون برميل. وأضاف أنه ينبغي عدم نسيان أن من سلبيات خروج أمريكا من الاتفاق النووي مع إيران خسارة الكثير من النفط، وعلى دول أوبك تعويض النقص. إيران عدوة للعديد من دول أوبك، وبالتالي يتوجب عليهم زيادة إنتاج النفط. وأردف الرئيس الأمريكي قائلا: تربطني علاقة جيدة للغاية مع ملك السعودية وولي عهده والدول الأخرى، وينبغي عليهم زيادة إنتاج النفط. فاز المرشح اليساري أندرس مانويل لوبيز أوبردور بالرئاسة في المكسيك بعد حصوله على 53% من أصوات الناخبين. ووعد لوبيز أوبردور بإحداث تغيير عميق في البلاد، قائلا إن مشروعنا الوطني يطمح إلى ديمقراطية حقيقية. لا نتطلع إلى إقامة حكم ديكتاتوري لا في الظاهر ولا في السر. وأكد الرئيس المنتخب أنه سيحافظ على حرية الكلمة في المكسيك وضمان جميع الحريات الشخصية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية المسجلة في الدستور، مضيفا أن حكومته الجديدة ستدعم الانضباط المالي والضريبي، ووعد بالعمل على مضاعفة منحة التقاعد. كما أكد إثر فوزه أنه يريد إقامة علاقات صداقة وتعاون مع الولايات المتحدة. وفي أول رد فعل خارجي، هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوبيز أوبرادور على الفوز في الانتخابات الرئاسية في المكسيك، وأعرب عن رغبته في العمل معه. كان في النشرة وزير البيئة في صيدا ولا يزور معمل النفايات. أحد مندوبي وزارة البيئة حيعمل إقامة دائمة بالمعمل ليشرف على حسن سير عمل المعمل. 100 طريقة لتحتفل. نأمل أنه يكون عم نحتفل بحضارة. ترامب يطالب السعودية بتعويض بسبب الخروج من الاتفاق النووي. نشرتنا انتهت. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد.tv وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وعلى تويتر الجديد نيوز. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.